مساء الخير اعزائي المشاهدين برنامج اولاد الملك. النهارده معانا ومعاكم حاله جديده من حالات اخواتنا اخوه الرب، حاله بتخبط على باب قلب كل واحد فينا، تقول لك اسمعني بقلبك، اسمعني بمشاعرك، اعرف قصتي وحكايتي، تقدر تساعدني كتر خيرك، ما تقدرش كتر خيرك. على كل لسان كل واحد النهارده بيسمعنا او بيتكلم معانا من حالات اخواتنا اخوه الرب بيقول يا رب يحنن قلوب الناس، يا رب يحنن قلوب البشر على اخواتهم. احنا طبعا بنرحب بيك في البدايه، نتعرف عليك. اسمي سامي رفعت. عم سامي، ايه مشكلتك؟ عندي اعاقة كاملة وما بشتغلش، معايا بنتين على وش الزواج ومعايا بنتين صغيرين وولدت. يعني عم سامي انت عندك خمس اولاد؟ خمس اولاد. عندك اعاقة كاملة زي ما احنا شايفين كده مع بعض؟ ايوه. ده شلل الاطفال؟ ايوه فندم. وايه اللي في ظهرك؟ برضو اعاقة. عم سامي انت بتشتغل ايه؟ انا كنت ملف مواتير كهربائي. كنت بتلف مواتير كهربائي؟ بس ما بقتش قادر دلوقتي زي زمان. الاعاقه بتتطور عليا. الاعاقه بتتطور عليك. انت عايش ازاي ومعيشتك ماشيه ازاي؟ ناخد معاش اللي هو تكافل وكرامه. تكافل وكرامه ده قد ايه؟ ناخد 700 جنيه للمعاقين. ودنيتك ماشيه ازاي؟ انت بتقول لي طبعا زي ما انا شايف كده في طفلتين وفي ثلاث اطفال 10 سنين. ربنا موجود، ربنا موجود. 5 سنين وسنتين وبنتين عرايس. هما بناتك بتشتغل؟ بتشتغل وتعلموا الصنعة وكده. صنعة ايه؟ قاعدين على مكان. مكان خياطة؟ خياطة. ايه مشكلتك بالظبط؟ اللي انا خايف على بناتي واحنا قاعدين في مكان عشوائي وكده، وانا عايزهم جنبية وهم على وش زواج اصلا، وخايف عليهم. انت موجود معانا في شبرا الخيمة. ايوه. وقلت لي ان في كام حالة كده، ايه اللي بيحصل حواليك؟ لا، في كذا حالة بتتخطف وبتتبهدلوا وبيروحوا. فانت خايف على بناتك؟ خايف على بناتي طبعا. وفي نفس الوقت مش قادر تمنعهم انهم يشتغلوا؟ لا طبعا، عشان هم اللي بيصرفوا على البيت. طب ولو انت عايز مكانتين خياطه واقعد معاهم، اقعد معاهم في قلب المكان، في قلب الاوضه، ونشتغل على ويقدروا يجيبوا شغل من بره ويجيبوا كل حاجه، عشان هم صناعيه. طبعا احنا معانا طبعا بنرحب بيكي. خليك. قولي يومك ماشي ازاي؟ ربنا موجود، ربنا اللي بيبعت. طب انت محتاجه ايه؟ محتاجة البنات يبقى شغالين في وسطينا مش برا عشان ما يتبهدلوش. بيشتغلوا من كام لكام؟ هما بيطلعوا من الساعة 8 الصبح للساعة 5، الساعة 5 آخر النهار بيجوا. انت حكيتي لي وقلتي لي ان كان في كذا حالة هنا حصل معاها مشكلة كبيرة. ناس كتير سمعنا اللي اتخطفت واتبهدلت، واحنا خايفين على بناتنا. في نفس الوقت مش قادرين تقعدوهم. انا بناشد مع كل اخواتك اللي سامعين دلوقتي وكل اخواتنا اللي موجودين. عم سامي مش عايز فلوس، عم سامي عايز ان يقف على رجله ويشتغل، عم سامي عايز بناته حواليه، عم سامي عايز مكانتين. اسمهم ايه المكان؟ اوفر وقولي. ده مكان خياطه يقعد عليهم ومراتي تقعد علي معاهم. طب احنا معانا احد الخدام اللي جبنا ليك عم سامي، احنا بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بكم. شوف، عندنا في شبرا الخيمه في حته اسمها بعت بترستم متطور كامل، وفي خطف البنات وخصوصا المسيحيين جامد، وهو خايف على بناته عشان بناته بيطلعوا الصبح ويجوا اخر النهار، فهو خايف لان المنطقه كلها تسول، وحتى بتوع المخدرات كتروا يعني، طول ما انت ماشي على النواصي بتلاقي بتوع المخدرات. طبعا بنت واحد يعكسها واحد تتحرش بيها، فهو خايف على كده، فخايف على بناته، فهو عايز مكانتين في البيت يشتغل بيهم في البيت هنا اهو، يبقى بناته قدامه ويجيبوا له شغل. كل حد سامع، كل حد شايفك تقول له ايه؟ يا رب اقف معايا، هتلاقي اللي يقف معاك، ربنا احسن من الكل. طبعا احنا زي ما شايفين عم سامي اعاقه كامله، شايفين جسمه عامل ازاي، ظهره عامل ازاي، مش قادر يشتغل، زي ما احنا شايفين صوابعه حتى ما فيهاش الامكانيه انها تتفرد، ماسك المايك ازاي زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا، وقاعد حتى حاطط ايده ورا ظهره عشان يعرف يقعد، شلل كامل. عم سامي بيقول لك تقدر تحافظ معايا على بناتي او بناتك او بناتنا؟ باذن المسيح نقدر، بمحبتكم، بمساعدتكم، بحبكم لإلهنا الحي. وأنا بختم معاكم النهاردة حلقة عم سامي، وبنقول إيدك يا رب قبل إيد أي حد. شكرا لك.